لو عايز تفهم من غير ما تنقل وخلاص، وليه الجزء ده فيه تظليل وليه الجزء ده فاتح، فالنهاردة هنفهم لأول مرة علامة تنصيص أساسيات ما قبل الرسم. ازيكم عاملين ايه؟ بداية كده النهاردة هنفهم ازاي نرسم عين، مش مجرد بننقل وخلاص. والدرس الجاي هنطبق على كل الكلام اللي هيتقال النهاردة. العين عبارة عن تكوين كروي بيتكون من عدة أجزاء. الأجزاء دي هي ايه؟ واحد، بتكون حجر العين. اتنين، بتكون قرنية العين. تلاتة، بؤبؤ العين واللي هو الجزء الأسود اللي موجود جوه العين. أربعة، بيكون جفن العين. خمسة، بتكون الأكفان العلوية والسفلية اللي هي الأجزاء دي والأجزاء دي. ستة، بيكون مجمع العين. سبعة، بتكون الرموش. كل الأجزاء دي هي الأجزاء اللي بتكون من العين، وعمرك ما تتعامل مع العين على إنها جسم مصمت. العين جسم كروي واسمها كرة العين أو حجر العين. فالنهاردة هنشرح ازاي نرسم كل واحد فيهم بالتفصيل واماكن الظل والنور، فتابع. اولا كده زي ما ذكرنا ان العين عبارة عن تكوين كروي. طب التكوين الكروي ده مكانه فين تحديدا؟ التكوين الكروي ده تحديدا مكانه هنا في الجزء ده اللي هو الجزء المفرغ للعين جوه الجمجمة، والجزء ده بيكون مجوف وهو ده مكان حجر العين. وبسبب ان الكرة دي مش بتغطي مساحة التجويف بالكامل، فبيكون عندك فراغات في الأجزاء دي والأجزاء دي وبعض الأجزاء هنا قدام المناخير، والأجزاء دي هي اللي بتسبب أماكن الظل في الوجه. والعمق بتاع العين بيظهر أكتر في الشكل الجانبي للوجه، يعني زي كده. لو مثلا افترضنا إن ده شكل مبسط للعين، يعني مثلا دي هنا هو ده حجر العين اللي هو الجزء الكروي دوت، والجزء ده الجفن العلوي للعين، والجزء اللي تحت هو الجفن السفلي للعين، وهنا هو دي منطقة الجبهة. طبعا زي ما احنا شايفين ان العين بتكون داخلة لجوه تحت الجبهة وداخلة لجوه، ده بسبب طبعا تكوين الهيكل العظمي بتاع الجمجمة. زي ما احنا شفنا ان هي بتكون لجوه وتحت بيطلع الجبهة والاجزاء دي. العين بتتكون من 3 اجزاء بتحميها. الاجزاء اللي بتحميها دي عبارة عن ايه؟ الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، الجزء بتاع الجبهة، واللي بيكون التلاتة دول مع بعض موجودين علشان يحموا العين من اي اتربة، من اي حادث ممكن يحصل للعين يأثر فيها. وطبعا لما بنكسو الجزء ده بالجلد بيكون ده شكله، زي ما عملنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا في الدرس بتاع رسم الوشين للجنب. بيظهر هنا هو بقى ايه التجويف بتاع العين بشكل واضح وانها داخلة لجوه، وبعد كده الحاجب، وبعد كده هو الجزء بتاع الجبهة بيغطيها اخر حاجة من بره. وزي ما احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نرسم الوش بنقسمه لثلاث اقسام: الجزء العلوي عند خط العين، الجبهة اللي فوق، والجزء الاخير اللي هو التلت الاخير اللي هو بيكون من عند الانف لحد الدقن. طيب بعد ما نقسم الاجزاء دي وبنحدد اماكن الانف، وعندك ان هو ده خط العين، عندك في التجويف ده اللي هو زي تجويف الجمجمة بالظبط، زي ما انا عامل كده هو في تظليل لجوه عشان يبان ده تجويف، ده بيكون مكان العين. العين هنا بقى هتبدأ منين؟ العين هتبدأ من عند، هتطلع من عند نهاية الأنف لحد فوق، ومن نهاية الأنف هنا لحد فوق. دي النسبة القياسية لأي عين وبتترسم بالشكل ده. طبعا أنا زي ما قلت أنا هرسم كل حاجة معاكو بالتفصيل بس الفيديو الجاي، أنا بس عايزك تركز في الشرح ده عشان تكون فاهم، مش بس تنقل ورايا وخلاص. انت بعد ما رسمنا العين، طلعنا رسمنا هنا العين ورسمنا هنا العين، طب ازاي نظبط المسافة ما بين العين اليمين والعين الشمال؟ المسافة ما بين العين اليمين والعين الشمال بتكون بطول عين. بمعنى مثلا لو العين اليمين من اول بدايتها ينهوت لحد نهايتها ينهوت 3 سنتي، فالمسافة اللي ما بين العين اليمين والعين التانية هتكون برضو 3 سنتي. بعد كده العين الشمال لحد نهايتها من بدايتها لنهايتها 3 سنتي، يعني في المجموع 9 سنتي، 3 يمين و3 في النص وتلاتة شمال، بالإضافة إن بيكون في 3 سنتي تانيين. طب التلات سنتي التانيين دول بيتوزعوا على أي أساس؟ اللي هو طول عين كمان. لو العين هنا هو الدخلة للآخر، يعني مفيش فراغ، فالجزء اللي ما بين العين الأخيرة والودن اللي هو الجزء الباين، الجزء الفاضي ده بيكون بطول عين. لو العين أو لو الوش بيلف، فالمسافة اللي بتكون ما بين العين اليمين والودن مثلا لو الوش جاي من قدام بيكون نص عين، بمعنى
بيكون فيه هنا سنتي ونص، لو احنا هنرسم الودن في الجزء ده كده بيكون فيه هنا سنتي ونص، لو احنا هنرسم الودن هنا هوت والوش في حالة مستقيمة يبقى المسافة ما بين العين والودن سنتي ونص، والمسافة ما بين العين التانية والودن سنتي ونص اللي هي نص عين. معلش انا عارف ان الكلام ملخبط شوية، بس حاول ايه تتخيل معايا وتكتب. طبعا هنا هو في الجزء ده احنا راسمين الوش من الجنب، فما فيش مساحة ما بين الودن والعين، فالمساحة كلها هتروح الناحية التانية عشان الوش بيلف، فهتبقى المسافة ما بين العين الشمال لحد الودن هي بطول عين يعني 3 سنتي. المسافة الفاضية دي مثلا هنعتبرها انها ايه 3 سنتي. من الاخطاء الشائعة بقى اللي انا بشوفها عند المبتدئين، خصوصا لو هو مش متقن نسب الوش، ان هو بيرسم العين كبيرة زي كده. يعني ايه بيرسم العين كبيرة زي كده؟ بيرسم العين كبيرة زي كده يعني المسافة اللي ما بين العين اليمين والعين الشمال بتكون صغيرة جدا، ده طبعا بفرض ان هو رسم العينين زي بعض وشكلهم صحيح وبقيت نسب الوش فهتكون بالشكل ده. لكن طبعا هو بيكون عنده اخطاء في نسب الوش، فالشكل بيكون مش لطيف خالص، وفي اخطاء فادحة ان العين تطلع كبيرة جدا من الناحية دي والعين تطلع كبيرة جدا من الناحية دي، وطبعا بيكون مقرب مثلا للأنف والفم ومش قافل من تحت الدقن، فده بيعمل له كارثة كبيرة. فالمسافة ما بين العين والعين لازم تكون بطول عين، والمسافة ما بين العين والودن اللي هو الجزء ده كده بتكون بنص عين. لازم تخلي بالك من الحاجات دي، انك ترسم العين كبيرة تاني زي ما بقولك زي الشكل اللي انا عامله كده، ده شيء غلط الا باستثناء بعض حالات الانميات بتكون فعلا العين بالشكل الكبير دوت كده، ده بقى بيكون استثناء. بس انت لازم تكون متقن لنسب الوش عشان يطلع معاك الشكل زي ما انا رسمه كده كويس، انت عارف العين بتحط فين والانف بيتحط فين، فانك تكبر العين او تصغرها مش هيكون مشكلة بالنسبة لك. بس لحد ما انت تتعلم تظبط الحاجات دي لازم تراعي المسافات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي المسافة هنا بتكون بطول عين، والمسافة من هنا بتكون نص عين، والمسافة من هنا بتكون نص عين. نرجع تاني للجزئية مهمة جدا وهي حجر العين، وهي الجزء الابيض في العين. الجزء الابيض ده هو مش ابيض في الحقيقه، هو بيكون الكره اللي داخله جوه الجمجمه، والكره اللي داخله جوه الجمجمه دي طبعا زي ما قلت هي كره، فهي بتحتاج تظليل، فالتظليل بتاعها بيكون من الغامق اللي فاتح. طب لو احنا حبينا نرسم او نحدد مكان العين على الكره دي فبيكون شكلها عامل ازاي؟ ببساطه شديده بيكون شكلها عامل كده. علشان كده احنا لما بنرسم العين بيكون لازم تراعي ان بيكون الحتة دي الاجزاء دي عندك مناطق ظل في العين، والمناطق دي مناطق ظل في العين، وطبعا فوق لو مثلا في رموش طويلة او حاجة بتظلل جزء خفيف جدا من فوق. وعلشان كده احنا لما بنرسم الجفن اللي تحت بنقوم عاملين تحت التظليل بالشكل دوت كده، زي ما احنا شايفين دايما بيكون في اغلب الرسومات بنراعي ان احنا نرسم الجفن ده بالشكل ده كده والجفن ده بالشكل ده كده. طب احنا ليه بنكوره؟ احنا بنكوره علشان خاطر كورة العين او حجر العين الابيض ده بيكون اصلا مكور، علشان كده ده بيكون الباقي بتاعه اللي هو طالع جزء من الجلد. برضو بيكون عندك فوق الجفن ده منطقة اضاءة علشان دي اعلى الكورة، فانت بتكون المنطقة دي منطقة اضاءة فانت بتعملها فاتح وبتدرجها، او بمعنى اصح بتدرجها من الغامق على الاطراف لفاتح لفوق، والنص بيكون افتح حاجة. لازم تراعي الحاجات دي في التظليل والتلوين، وحتى لو انت بتعمل شغال ابيض واسود لازم تعمل شيد او تظليل خطوط كده هوت زي ما انا معامل هنا هوت كده تبين اماكن الظل دي. بمعنى ان احنا لو جينا نفصل العين عن الكورة دي زي ما احنا بنعمل في الرسم هتكون بالشكل ده، فاهم؟ الكورة اهي، وده بيكون شكل العين لوحدها. دلوقتي بقى خلاص فهمنا اساسيات العين، عايزين نفهم ازاي نجيب الاوتلاين بتاع العين او الشكل الخارجي للعين من الرسمة. هقولك ازاي. بداية كده بتبدأ تقسم العين لقطع مستقيمة على شكل نقط، بمعنى ان احنا مثلا دلوقتي عايزين نحلل الشكل ده علشان نطلع منه الاوتلاين، فانت هترسم شكل بسيط. الشكل البسيط ده هترسم ازاي؟ نقطة من هنا هوت لهنا هوت كده، احنا حددنا الزاوية اللي هتطلع بيها العين، بعد كده نقطة من هنا لهنا كده، ده الارتفاع، والارتفاع ده هينزل هنا، والارتفاع ده هينزل هنا كده، احنا حددنا الشكل المنحني اللي فوق على نظام النقط. ومن النقط دي هتبدأ توصل بكيرفات كل نقطة بالتانية علشان تطلع الشكل اللي فوق، وانا هعمل معاكم ده كده الدرس الجاي. انا بس الدرس ده انا عايزك تفهم. نيجي بقى للجزء اللي تحت، هنعمل نفس اللي احنا عملناه فوق. فانت عندك الكيرف اللي تحت هتقسمه للنقطة هنا، بعد كده تقوم حاطط النقطة التانية، بعد كده تقوم قافل الشكل بتاعك.
فهيظهر معانا بقى ايه الشكل النهائي ده، نبدأ نحركه. فده كده هو لو قسمنا الشكل ده، ده هيبقى الشكل البسيط بتاعه. فانت بعد كده بتمسك الشكل البسيط ده وبتبدأ تحوله لمنحنيات، بان انت ايه تقعد تعدل عليه وتعمل الاجزاء دي كده مثلا والاجزاء دي كده، فانت بتعدل عليه لحد ما شكل العين بتاعك يظبط وتقفل. هي الجزء ده هو الجزء ده، بس انت هتحاول تبسط على نفسك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك اند شير وتفيد صحابك زي ما انت استفدت. طبعا انا عملت اللي عليا واجتهدت على قد ما اقدر عشان اطلع لكم الفيديو ده باحسن شكل ممكن، فانت كمان ساعدني بان انت تعمل شير كتير علشان القناة تكبر واقدر افيدكم بدروس اكتر واكتر. كان معاكم حسن وليد، شكرا.